نحكي الآن طلابنا عن الموضوع هذا. موضوع تابع للبري تيرم روبتشر برين، هو موضوع البري تيرم ليبر. في عندنا ليبر شيء اسمه بري تيرم ايش ليبر. بري تيرم ليبر رح نحكي عن الديفينيشن، ما هو تعريفه، بعدين رح نحكي ما هم الريسك فاكتور، كيف من شخصه، شو هو التريتمنت له، شو كيف بامكاننا نعمل له بروفيلاكسس، ونحكي بعض النوت متعلقه في البري تيرم ليبر، بعض النوت المتعلقه في البري تيرم ليبر. نجي نحكي عن البري تيرم ليبر اللي هو تعريفه الديفينيشن. في البري تيرم ليبر لازم يكون عندي تحقق عندي شغلتين، لازم تحقق عندي الليبر اللي هو ترو ليبر، لازم تحقق عندي انه يكون بري تيرم. شو يعني بري تيرم؟ يعني ليست ذان 37 ويك اوف بريجننسي، جستيشنال ايج اقل من 37 ويك، اقل من كومبليت 37 ويك، يعني 36 ويك ويومين، 36 ويك مثلا، وحتى اذا كانت 36 ويك و6 ايام، او كان 35 ويك او 31 ويك، كل هذول عباره عن بري تيرم. ليبر اللي هو يوتراين كونتراكشن لازم تكون ريجولر associated بالسيرفايكال dilatation. الليبر الترو ليبر اذا كنا نحكي عن ترو ليبر لازم يتحقق عندي شغلتين، regular uterine contraction associated بالسيرفايكال dilatation او progressive cervical dilatation. شو هو regular uterine contraction؟ more than or equal to in 10 minutes. لازم تكون ال one uterine contraction اللي هو 30 second، الافريج لها 30 second، يمكن توصل up to 45 او حتى up to 60 second، يعني up to 1 minute، ولكن هي الافريج 30 second. more than 30 minutes لازم تستمر ال contraction more than 30 minutes. هذولا الاشياء نسميهم تعريف للترو ليبر. لازم يكون عندي ترو ليبر مع ايش؟ مع بري تيرم اللي هو اقل من 37 ايش ويك اوف جيستيشن. اوكي، ان 5 تو 15% اوف اول بريجننسي، فنسبته عاليه البري تيرم ليبر. الريسك فاكتور، ما هو الريسك فاكتور؟ بري تيرم روبتشر اوف برين هو الموست كومن كوز. حكينا شو اهم سبب موست كومن كوز للبري تيرم روبتشر اوف برين؟ الانفكشن، اذكر الانفكشن لي اسندنج انفكشن. طب شو الموست كومن كوز اوف بري تيرم ليبر؟ بري تيرم روبتشر اوف برين، بري تيرم روبتشر اوف برين. شو الاذر ريسك فاكتور؟ بولي هيدرامنيا. هم هذول الريسك فاكتور نفسهم ريسك فاكتور تبعون البري تيرم روبتشر اوف برين. بولي هيدرامنيا، مالتيبل جيستيشن بيكون عندها بري تيرم ليبر اعلى، مذر سيستماتيك ديزيز زي الدي ام، الام اللي عندها دي ام، ام عندها هايبرتنشن، بي اي تي اند اس ال اي، سيستم كلوبس ارمنتود، لو سوشيو ايكونوميك ستيت، بلاك افريكان ريس له علاقه، كمان له علاقه، اكستريم فيجز اللي اعمارهم اقل من 18 سنه او الامهات اعمارهم اكثر من 40 سنه، لو بريجننسي ويت. انتبهوا البريجننسي ويت كان عالي، هذا ريسك لايش؟ ريسك للبوست تيرم. هيو كان بالموضوع اللي قبله، موضوع البوست تيرم بريجننسي كان لما يكون الايش اللي هو لما يكون الريسك فاكتور لما زياده الويت، زياده الماترنال ويت، زياده الماترنال ويت ذا ريسك فاكتور فور بوست تيرم بريجننسي، والبيبي بيكون ماكروسوميا. واضح هون البري تيرم ليبر؟ لا، ريسك فاكتور لها شو هو؟ اللي هو لو بريجننسي ويت، لو ويت جين اثناء البريجننسي، لو بريجننسي ويت. طيب فيتال ديث او الاي او اف دي، فيتال ديث اللي هو اي او اف دي از كمان ريسك فاكتور للبري تيرم ليبر. في عندنا بي اي دي بلفنج فلتر ديزيز، يو تي اي از ريسك فاكتور اولسو لا بري تيرم ايش ليبر. سموكينج مذر هي عندها الريسك اعلى، الكوهوليك، الكوهوليك مذر، الكوهول درينكر، بليسمنت في عندها بلاسنتال ابروبشو او بلاسنتال بريفيا، هذول اللي هم عباره عن انتي هم موست كومن كولز وانتي بارتهم ابروبشو نمبر 1 وبلاسنتال بريفيا نمبر 2، هذول كمان هم common causes لبري تيرم ليبر. انتبه لو حكينا شو most common cause overall pre term rupture of brain، كيف من شخص طلعوا increase طلع كيف من شخص؟ في عندي most sensitive test. شو most sensitive test؟ لو حكى لي most sensitive laboratory test for pre term rupture of brain إنه نطلب اللي هو cervical mucus fetal fibronectin، فحص اسمه fetal fibronectin، نطلبه من وين؟ من cervical mucus. ناخذ عينه من الميوكس الموجود بالسيرفكس، نبعثه للمختبر، نطلب fetal fibronectin. اذا كان fetal fibronectin عالي هاي، هذا highly suggest ان المريضه هاي صار عندها بري تيرم ليبر، highly suggest ان عندها بري تيرم. طيب اذا كان low less likely انه صار عندها بري تيرم ايش ليبر. طيب هسه التريتمنت، واز ذا تريتمنت اي في فلويد، اذروايز التشخيص هو كلينيكال، اذروايز التشخيص شو ماله؟ هو كلينيكال. شو يعني كلينيكال؟ يعني هيستوري، هيستوري اند فيزيكال اكزامينيشن. الهيستوري مهم جدا نعرف انه الحمل لازم يكون بري تيرم، وبالهيستوري كمان لازم نعرف انه لما نجي ناخذ من الهيستوري المريضه لازم يكون عندها اللي هو سيفير ابدومينال بين، خصائص الترو ليبر، هذا السيفير لور ابدومينال بين، هذا راديشن بيعمل على الباك، والالم هذا لازم يكون الترو ليبر خصائصه انه انتنسيفايد باي ووكينج، وانه نوت انهبيتد باي سيديشن، نوت انهبيتد باي سليب، والديجري تبعته بتكون سيفير، ولازم يكون ايش له خصائص الريجولاريتي اللي هو يكون اكثر ساوث مرتين في ال 10 مينت، لازم يكون يستمر 30 سكند، ولازم يستمر مور ذان 30 مينت،
ولازم يجي معه بروجرس سيركت ديليتيشن. لما يجي نفحصها بي في نفحصها بالالتراسون بنلاقي السيرفيس ديليتد. طيب على كل حال التريتمنت اي في فلويد فيري امبورتنت، هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه كومبليت بيد ريست، لازم لها بيد ريست. توكوليتكس، توكوليتكس اذا كان هي انديكيشن للتوكولايز، يعني انديكيشن اذا ما في كونترا انديكيشن للتوكوليتكس معناته توكوليتكس. اما اذا في اي كونترا انديكيشن زي مثلا الكوري اميناتس، زي مثلا البرانوميد روبشر اوف برين، زي مثلا السيفير بري اكلامسيا او اكلامسيا، او زي مثلا سيفير هيموريج انتي بارتم، هذول كونترا انديكيشن طبعا. معناته توكولايز كورتيكوسترويد، كورتيكوسترويد للبيبي اذا كان عمر الحمل 24 إلى 34 هذول نعطيهم كورتيكوسترويد. إذا مرة أخرى IV fluid نعطي بيدرست، نعطي توكولازيك، نعطي كورتيكوسترويد، أربع شغلات رئيسية. تس بروفيلاكسس هوم مونيتورينج فيري امبورتانت، بيدرست فور هاي ريسك بيشنت كومبليت بيدرست، 17000 هيدروكس بروجستيرون افتر 20 ويك للهاي ريسك بريجننت ليدي. نوت ملاحظة glucocorticoid dexamethasone or prednisone given between 24 إلى 34 women at risk of preterm labor for 2 days, لمدة 2 days, will increase surfactant production in the fetus lung and will decrease the risk of RDS in the unit. يعني بسرع enhance lung maturity. هذا بيغلل risk of RDS in the unit. في عندي إيش اسمه forced labor أو بسموه Braxton Hicks contraction. هذا شو ما يجوز تكون بدل يكون ما يكون regular uterine contraction يكون irregular uterine contraction. Irregular uterine contraction without cervical dilatation. يعني no cervical progressive dilatation and no regular uterine contraction. بتكون irregular uterine contraction. أول شيء حدته، هل حدته بتكون severe؟ لا، حدته بتكون mild to moderate. الintensity بتكون intensity، ال eye intensity بتكون mild to moderate، على العكس من اللي true uterine contraction حدته بتكون severe، حدته بتكون severe. الأمر الثاني، هل له هذا ال practicals له radiation؟ لا، no radiation، ما بيعمل راديشن على الباك، على العكس من الترو ليبر بيعمل راديشن على الباك. هل الترو ليبر ميزته انه انتنسيفايد باي ايش؟ باي ووكينج. انتنسيفايد باي ايش؟ باي ووكينج. اما هذا الفورس ليبر اللي هو براكسون هيكس هذا does not intensified by ايش؟ باي ووكينج. الترو ليبر ميزته it is not inhibited by rest or sleep or sedation. اما الفورس ليبر it's inhibited by rest, sleep or sedation. هذا بسموه براكسون هيكس كونتراكشن. لابد ان نفكر نفرق ما بين براكسون هيكس كونتراكشن وبين الترو ليبر. يعطيكم العافيه طلابنا الاعزاء، نتقابل ان شاء الله في فيديو